الأحرار هلا بالقصر على الخاينين بعد ما عاش في الظلم سنين ضرب الخونة والاستعمار وبهمة عالية وقوية وبهمة عالية وقوية هبي وطالب بالحرية وبهمة عالية وقوية وبهمة عالية وقوية حطم أسوار العبودية وهزمها بحديد وبنار هبي الشعب اليمني وصار في طريق وطريق الأحرار 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 هدف القصر على الخاينين بعد ما عاش في الظلم سنين ضرب الخونة بكفاحه صباحه ويطلع بكفاحه صباحه أم يبني بدماء وسلاحه ويطلع بكفاحه صباحه ويطلع بكفاحه صباحه ويعيد أيامه وأفراحه يبني العزة ويحمي الدار هب الشعب اليمني وصار في طريق وطريق الأحرار 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 هذا بالقصر على الخاينين بعد ما عاش في الظلم سنين ضرب الخونة شعب زحف والحق معاه هزاروش خونة وتغاه هزاروش خونة وتغاه شعب زحف والحق معاه هزاروش خونة وتغاه هزاروش خونة وتغاه بارك ربي كل خطاة خلى الظلم وعرش نهار الشعب اليمني وصار في طريق وطريق الأحرار 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 هذا بالقصر على الخاينين بعد ما عاش في الظلم سنين ضرب الخونة والاستعمار يلا يا شعب اصنع أمجادك وحد صفك وابني بلادك وحد صفك وابني بلادك يلا يا شعب اصنع أمجادك وحد صفك وابني بلادك وحد صفك وابني بلادك ابنيها بعزمك وجهادك وبسيف الحق البر